السلام على شهدائنا الأبرار الأخيار، السلام على الأسرى في سجون الظالمين، السلام على الجرحى والمطاردين، السلام عليكم يا شعب البحرين الأوفياء ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفيما قال في كتابه عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. في خضم الأحداث المتراكمة والمترامية، وفي ظل ما يسمى بالحوار هذه الأيام، وبغض النظر عن نظرتي الخاصة لقبول حوار أو عدمه، لابد لأي حوار يراد إنجاحه أن تتوفر فيه شروط، أهمها أن يكون المتحاور مقبولا من طرفه، والطرف الآخر المحاور معروف بمسؤوليته، ثم لابد من طرف ثالث بين الطرفين ليؤكد استقلاليته وعدم النظرة إلى أحد الأطراف نظرة دونية أو تغليب طرف مصلحة الطرف على الآخر. نحن هنا اليوم لا زلنا، أي طرف الحوار لا يمتلك الشرعية الكاملة للدخول في الحوار، بمعنى أن الجمعيات لا تمتلك الشرعية الكاملة للدخول في حوار، فكثير من المواطنين يرفضون ذلك، وهناك جمعيات وهناك رموز داخل السجون ترفض ذلك، مما يؤكد عدم شرعية هذا التحرك للحوار. من أراد الحوار لا يمتلك الشرعية الكاملة، وما يجري في الشارع من مظاهرات يؤيد لذلك، أما ما يجري في الشارع من مسيرات تأييدية لأعمال هذه الجمعيات مع احترامي لها، فلا يمثل النبض الصحيح، لأنهم يخرجون لأكثر من هدف، وهناك إعلام غير واضح لأهداف هذه المسيرات، وبالتالي الشرعية فيها خلل. كذلك لكي يتم إنجاح أي حوار لابد من الاتفاق قبل كل شيء. لحد الآن نعرف أنه لم يتفق الطرفين أو الطرفان على الأسس الواضحة، ولم تقال للشعب، وبالتالي سيصبح تضليلا للشعب أو خديعة مع احترامي للجميع. الحوار لكي يتم لابد من تهيئة الأرضية بالإفراج عن كل المعتقلين، وبتحقيق أهداف أصحاب الضرر، فلا زال القتلة من مرتزقة النظام لشهدائنا الأبرار لا زالوا أحرارا، لم يقم النظام بالاقتصاص منهم، وهذا الحوار لم يجعل بين دفتيه القصاص من القتلة
لأننا كأولياء دم وكعوائل شهداء لن نرضى بغير القصاص. أما إلزامية التعويض فهي حاصل في أي حال، شهداءنا لابد من القصاص من قتلتهم ومن المسؤول عن ذلك. المتحاورون اليوم، الجمعيات التي تريد أن تدخل الحوار لم تعطي رأيا واضح بالنسبة لذلك، وبالتالي هي تتهرب من المسؤولية. لنا رموز في السجون، سواء اختلفنا معهم أو اتفقنا فهم أصحاب مصلحة وأصحاب حق، فكيف يتحاور نيابة عنهم بدون إذنهم وهم في السجون؟ إنها ورقة ضغط على المتحاور وسرقة حق هذا المواطن الذي يقبع في السجون. هناك خارج البلد لنا إخوة يعارضون مشتتين في البلدان، أراهم ستكون ناقصة إذا كانوا خارج البلد. الحوار إذا ما أريد إنجاحه علينا أن نصل إلى كفتين متساويتين ليس فيها شيخ ومشيخ، ليس فيها رئيس ومرؤوس، ليس فيها حاكم ومحكوم. نحن الآن خصماء، إذا نتحاور كخصماء وليس كأصدقاء. الحكم خصم للشعب كما يدعي الشعب وكما تدعي المعارضة، ليس قولي فقط. نحن أولياء دم نطلبه كخاص، والمعارضة تتخاصم معه في كيفية إدارة دفة الحكم. وسواء طلبوا بملكة دستورية أو بإسقاط نظام كما يطالب به البعض، هذا لا يخل بمبادئ الحوار التي يجب أن تتوفر. فمن أراد الدخول عليه أن لا يخدع الناس بأساليب واهية، وعليه أن يلتزم بأخلاقيات هذا الهدف الصحيحة، حيث يجب أن لا نرى بعد هذا الحوار الكيدية ثم التنصل، ثم يقول لنا نحن كانت نيتنا صالحة. لا يغدر أو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا ما تؤكده علينا العقول والكلام السامي لأهل البيت عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير درب شعبنا، يتطلع إلى بلد آمن تحده السلمية، لا العنف الذي تمارسه الدولة قبلنا، وليس الشعب الذي يمارس العنف. الشعب منهجه السلمية ولا زال منهجه السلمية، ومن يدعي غير ذلك فهو قد عاضل كفة الظلم. اللهم ارحم شهداءنا وفك أسرانا وأيد وأطلق رموزنا وأيد الناصحين لهذا البلد، وانصرنا على من قتلنا وظلمنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا راجيا منه طلب غفران الله سبحانه ورضوانه، لا رضاء لأحد، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.